أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه من المستوى الثاني سير المفعول عن هبوب رياح قوية خلال أمسية اليوم على كل من خنشلة، تبسة، حتى على ولاية باتنة، بسكرة، ولاية الواد، أقول ولاية ولاد جلال، كذلك المغير، حتى على ولاية توغورت، وهذا إلى غاية السادسة من مساء اليوم إن شاء الله. أما خلال يوم الغد تحسن في حالة الطقس بعد تلاشي ضباب ونسبة رطوبة عالية خلال صباح الغد إن شاء الله على الواجهة الغربية والوسطى. الأجواء تبقى صافية إلى مغشات حتى على الجنوب، مع زوابع عملية ستنشط على الجنوب الغربي، الحدود المالية الجزائرية، كذلك الصحراء الوسطى. خلال ليلة اليوم إن شاء الله طقس بارد على كل من سطيف وباتنا، مع درجة واحدة فوق الصفر، درجتين على كل من الجلفة وكذلك البيض، ثم درجة على العاصمة، نفس المقياس على ولاية غردية، 15 درجة على المقياس على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحر القصوى سترتفع، خاصة على الواجهة الغربية، لتقارب 25 درجة على ولاية لمسان، 24 درجة على وهران، تبقى دائما منخفضة على الهضاب الشرقية، لتقارب 14 درجة على سطيف، 21 درجة على العاصمة، نفس المقياس على ولاية غردية، 26 درجة على المقياس على أقصى الجنوب وكذلك ولاية تندوف وبني عباس. أما البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، لكن مطر محليا على السواحل الشرقية، رياح قوية شرقا تصل غاية 50 كيلومتر في الساعة. أمطار رعدية خلال يوم الغد على شكل زخات ستخص كل من كولومبو كذلك سنغافورة حتى على جاكرتا مع 33 درجة، أجواء مغشات على بانكوك مع 34 درجة، نفس الأجواء على نيودلهي مع 23 درجة، سحب سفلى كثيفة على بكين مع درجتين فوق الصفر. غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:32 دقيقة مساء. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.